الخروج ديالنا اعلاميا كان على اثر سابقه خطيره اللي هي انه تم طرد جوج من الزملاء بالعمل، ومنهم من له صفه العمل النقابي، صفه عضو مكتب نقابي ومندوب. فكان على اثر ذلك اننا كمكتب نقابي وبصفتي كاحد المشرفين على لجنه التواصل اننا نبلغ الراي العام على اساس انه ما يقع داخل مؤسسه كازا ترامواي هو نوع من التعسفات الغير مرغوب فيها اللي هي كتمس بالقانون اساسا ومدونه الشغل، على اثر كل ما يقع اننا لازلنا كنأكدوا كمكتب نقابي ان كل حقوقنا اللي هي كندافعوا عليها وفق اليات السلم الاجتماعي اللي كنا كنأكدوا مرارا وتكرارا اننا يجب ان نصل الى صيغه توافقيه اللي هي في الصيغه ديال ملف اتفاقيه الجماعيه. فكان الطرد الاول يعني بين الطرد الاول والثاني ما كاملش 15 يوم. الطرد الثاني كان يعني طرد السيد اللي هو معنا داخل المكتب، تلقى الطرد التعسفي بدون اخبار المفتش، بدون مراعاه المساطر المنجزه، بدون تدرج العقوبات الى اخره كما كينص القانون. لكن الغريب في الامر كذلك هو اننا اليوم اصبحنا كمكتب نقابي كنستشعر اننا امام مساومات، يعني اما ان نقبل بطرد الزملاء لنا واما ان نقبل بالاتفاقيه الجماعيه اللي فيها المطالب المشروعه واللي هي الحق الاجراء كاملين. اكيد ما وقع في الرباط، واليوم نحن نخرج من داخل مكتب نقابي بصفتنا منضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يو ام تي، كنقولوا كناكدوا اننا مستهدفون بعملنا النقابي ليس لشيء سوى اننا نترافع على حقوق الاجراء، هذا فقط هذا هو الامر. يعني يريدون اجراء بدون حقوق، بدون كرامه، بدون اي شيء، وهذا مستحيل. مطلبنا حاليا ان ترجع الاداره لجده الصواب، وان يكون الامر فيه التزامات من الطرفين، يعني ان تحقق المطالب التي نطالب بها بشكل عادل، ونحن كنامنوا ان هذه الحقوق هي مشروعه لجميع الاجراء، ونؤكد ان الزميل اللي تطرد والزميله الاخرى فهما يجب ان يتم حل هذا المشكل بطرق توافقيه وقانونيه عاديه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.